بقالي 8 سنين في المانيا بدرس وبشتغل وبعمل كل الحاجات اللي انتوا عارفينها ديت، لكن ما نزلتش مصر، شفت اهلي ولا عملت اي حاجه في مصر. طول الوقت اللي فات كنت قاعد في المانيا، والنهارده بقى هاخدكم معايا في رحلتي وانا راجع مصر لاول مره من 8 سنين. باي صاحبي بقى لو تفتكروه قرر يتبرع ويوصلني من مدينة جيسن لفرانكفورت عشان اركب من المطار هناك، لان الشنط اللي كانت معايا كان معايا حوالي 4 شنط، فكان كتير جدا وصعب ان انا اروح اركب القطر واركب مواصلات واوصل لحد المطار وادخل وكل الكلام ده. الاخبار تمام؟ طبعا بتوصل بالسلامه ان شاء الله. عودا حميدا. انت بقالك فتره ما نزلتش. بقالك فتره من ساعه ما جيت المانيا ما نزلتش مصر. هتنبسط في مصر ان شاء الله. هتنبسط في مصر. خلاص كده انا هو وصلتك يا معلم. اي خدمه كده انا سلمتك لخطوط الطيران المصريه. هما بقى يوصلوك للقاهره ان شاء الله يا رب توصل بالسلام. يلا مع السلامه. بعد ما باهي سابني في المطار كان شعور غريب شويه ان انا في المطار لوحدي، خصوصا ان دي اول مره اعمل كده. السفريات اللي فاتت مثلا اول ما جيت المانيا كنت جاي انا وعبد الله، فكنا بنساعد بعض نشوف ايه الدنيا هناك. والسفريات التانية اللي كانت جوه المانيا كنت بسافر انا ومراتي، فبرضه كنا بنساعد بعض نشوف الطريق وكده. لكن المره دي انا لوحدي، وخصوصا كمان ان مطار فرانكفورت زحمه جدا وفي ناس على طول وبيتوه كبير، فكان لازم ان انا اروح بدري واطمن ان انا اقدر اوصل حتى لو هقعد مثلا ساعتين ثلاثه استنى البوردنج بتاع الطياره. اديت الجوازات الحمد لله، وزنت الشنط كله تمام. دلوقتي المفروض ان انا اروح اشوف حته اقعد فيها عبال ما الطياره بتاعتي تطلع. قدامي لسه حوالي ساعتين عبال ما الطياره تطلع، جاي بدري عشان ما يحصلش اي مشاكل ولا اي خوازيق مش متوقعها. والظريف في الموضوع ان الراجل بتاع الشباك اللي هو بيوزن بتاع مصر للطيران اللي بيوزن الشنط طلع عارفني من اليوتيوب، قال لي هظبطك في كرسي جنب الشباك وبتاع. فهنشوف في الطياره هو هيظبطني في شباك ولا هبقى قاعد في الممر. قال هنكتشفه بعد ساعتين. انا هروح دلوقتي هروح استخبى في اي حته عبال ما تيجي ميعاد الطياره، ونشوف الراجل ده صادق ولا مش صادق. ممكن يكون بيشوفنا دلوقتي اصلا. هشوفكم في الطياره ان شاء الله. بعد بقى ما وصلت مطار القاهرة حصل شوية لخبطة واتأخرت جدا في المطار، وكان عاصم صاحبي مستنيني. اللي بقى ما يعرفش منكم عاصم مين، عاصم صاحبي دوت من الناس القديمة قوي في ألمانيا اللي جت أول حد أول 2-3 عرفهم في ألمانيا، بس هو ما كملش في ألمانيا ورجع مصر وحاليا دكتور أسنان. اشتغلنا مع بعض واتمرمطنا وعملنا كل حاجة ممكن الواحد يتخيلها. المهم إن الموضوع كان رخم جدا، خصوصا ان انا معيش نت اكلم اهلي اقول لهم ان انا وصلت واطمنهم عليا، واكلم عاصم صاحبي الغلبان اللي مستنيني بره دوت. لدرجه ان انا من كتر ما اتاخرت عاصم زهق وقال انا ما وصلتش اصلا بالطياره وراجع بيته تاني روح. بس في الاخر يعني او في التلت الاخير من انتظاري في المطار عرفت اوصل لنت وكلمت اهلي طمنتهم عليا. طبعا كلمت عاصم جبته واستنيت كمان في الشارع نص ساعه قبل ما طلع، فكان الموضوع متعب جدا في مطار القاهره للاسف. عاصم ايش البندق؟ مبروك عاصم انك وصلتني. عاصم والله العظيم تعبتني. مبروك يا عاصم. ما تجيش تاني. ما تجيش تاني. عاصم بقى طبعا اول ما وصلت وشافني فرحان لازم يعمل الجو بتاعه ويهيس ويشغل اغاني، حط رجليه على الدركسيون. عيل فظيع بصراحه. ما تتخيلوش فرحتي كانت عاملة ازاي اول ما وصلت اسكندرية وطلعت على البحر وشفت الكورنيش وشميت اليود بتاع البحر
والدنيا بقى كانت فاضيه وقت شروق الشمس، فكان الموضوع روعه جدا وكنت مبسوط جدا، يعني اللي هو ايه زي ما اكون روحي اتردت لي. سخنا على البحر امبريه البحر يا بلدي، كمان سليم مفيش بحر متوسط. مليون ما فيش هناك يود يا عم. بعد التهليس اللي عاصم عمله لنا وبهدل الدنيا فيه، محمود صاحبي صادف ان هو موجود في مصر فكلمني قال لي لازم تعدي عليا هسلم عليك حتى لو الفجر قبل ما تشوف اهلك، لان احنا حتى واحنا كنا في المانيا كان بقالي مثلا سنتين ونص ما شفتوش، فروحت له وسلمت عليه. عايز تعبت كلنا عايزين نبقى. جبتك من القاهرة انت اللي جبتني انت اللي جبتني. طبعا يا جماعة الكلام ده ما حصلش، الراجل ده هو اللي جابه، اللي عمال يلف ده هو اللي جابه. لف وارجع تاني. مفيش امان. يلا سلامة محمود، نلتقي تاني. في فيديوهات تاني مع بعض. نام بس ونكمل. تاني عند غريزة عبد الله في الاكل. دي مهمة جدا. وانا داخل على بيت اهلي المشاعر كانت في السماء، انتوا متخيلين؟ فاضل دقايق بس بسيطة واشوف اهلي اللي ما شفتهمش بقالي 8 سنين، وخلاص بقى الشارع ورا الشارع عمال اقرب وداخل على بيتنا، فشعور ما يتوصفش خالص. اقفل كل حاجة. يلا داخلين على البيت. معرفش هم عارفين ايه اصلا. انت داخل على بيت معاه؟ سلام. مين انت؟ مين يا انت؟ مين يا محمد؟ انا واحد غلبان راجع لاهله بعد فراق طويل. يا جماعه اللي هنا. تعالى تعالى تعالى. الحمد لله. انت نايم ولا ايه؟ ازيك يا عمو؟ ايه الاخبار؟ طبعا والدتي اول ما شافتني ما قدرتش تمسك نفسها وعيطت بقى وعملت كل الحاجات اللي الامهات بتعملها. ابنها بقى لها 8 سنين ما شافتهوش. تعالي تعالي اتفضل يا عم. ما تعيطيش. انا جيت اهو خلاص. ما تعيطيش. بعدها طبعا عاصم مشى وتم مهمته على اكمل وجه. الراجل يعني تعب معايا، جاي لي من الاسماعيليه وراح القاهره ووداني اسكندريه وبعد كده رجع تاني عشان كان عنده شغل. فشكرا عاصم جدا، ونرد لك الافراح. المهم بقى ان ما كانش فيه فرصه خالص للتصوير، العيله كلها اتجمعت مع اننا كنا ساعتها الساعه 6 الصبح تقريبا، كله عمال يسلم عليا بقى وبالاحضان وفينك ومش عارف ايه، فكان الشعور جميل جدا ويمسح كل الثمان سنين بتوع الغربه دولت. بس للاسف كان في حد من اهلي ناقص، وهو يعتبر شخص من اهم الناس في حياتي ان لم يكن الاهم،
جدتي او زي ما كلنا بنقول لها ماما عزيزه. للاسف اتوفت بعد ما زين اتولد ابني حوالي 4 ايام، فانا كان نفسي ان انا اشوفها واقعد معاها واقابلها تاني، لان هي كانت بتقول لي انت سافرت ومش هشوفك تاني، وفعلا اتحقق النبوءه اللي هي كانت بتقولها. فكان شعور طبعا وشعور فرحانين كلنا وكل حاجه، بس زعلانين ان هي ما لحقتش تشوفني قبل ما ارجع من المانيا تاني. اتمنى انكم تدعوا لها بالرحمه كده، عشان هي فعلا من اهم الاشخاص عندي وليها فضل كبير عليا طول عمري. بس كده، هو ده فيديو النهارده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو. كنا بنقول ان الفراق ده مستحيل، وكل دمع على الخدين كانت بتسيل. بلدي كان بعيد عني يا بلدي، وكل ما بغني بفكر فيه.